أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن اعتزازه بالمنجزات الحقوقية التي حققتها مملكة البحرين على المستويات كافة. نعم، أشاد سعادته باعتماد مجلس حقوق الإنسان التقرير النهائي لمملكة البحرين للدورة الرابعة، مشيدا بالجهود الحثيثة التي تأتي تماشيا مع المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. جاء ذلك خلال ترأس سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمشاركة أعضاء اللجنة من كافة الجهات الحكومية ذات الاختصاص.